ومن الحاجات اللي لحد دلوقتي الناس بتتكلم معايا فيها، يعني دايما اول ما الشاب بيبقى جون الاتحاد الليبي على طول، مع اني جبت جوان تانية في الدوري وجبت جوان تانية في الكاس، لا بس ده هو غير، الجول ده ده غير. يعني الجول ده معلم مع الناس لحد دلوقتي، ودي من الحاجات زي ما بقول لك في جوال كده بتفضل في خد تاريخك. بالك احنا فكره ان احنا جايين خسرانين 2-0 انا دي فاكر مكهربه، طبعا طبعا، وكان مكهربه خلاص مكهربه ناس اتنين كتير هنا يعني، ضربات فاهم؟ جزاء ده خلاص. لو دخل فيك جون هنا انت بقى محتاج اربعه يعني، موال يعني. بص طبعا الدنيا كانت مكهربه طبعا، بالنسبه لنا. وحتى لو فاكر حضرتك كنا معسكرين في اكتوبر ساعتها، وكابتن حسام كان مشدود جدا الفتره دي. رجعنا جينا الشوط الاولاني احنا مضايقين كتير جدا، يمكن من احسن ماتشات لعبنا فيها كوره كمان الفتره دي، ضيعنا كتير قوي. ضيعنا كتير جدا. بدأ متعب طبعا، كان ساعتها ظهره تعبه لو فاكر، ورجع ولعب الماتش ده بالذات، كابتن حسام قال له ارجع عشان تلعب الماتش ده. متعب جاب الجول الاول الفضل، فضلنا بنحاول وبنضيع طبعا انا لحد شايف ان انت خدت البتاع، ما اتكلمتش على فضل، مين اللي رفع لفضل طبعا. لا مين اللي عمل كده وقام ما انت عاملها كنت له جنبي وانا بشوط. شهاب؟ ما تظبط بقى معايا، انا قاعد عمال اقول لك كذا ويا دباح ويا دبيح لا والكلام دوت ما وبتاع. كابتن احنا لو اتكلمت على فضل على طول، طب والاوفر اللي راح بص لفضل يا اخي؟ انا والله مش عشان حضرتك، انا طول عمري يعني سواء انت موجود او مش موجود، حتى كنا بنتكلم انا وكابتن امير بره قبل ما ندخل يعني، قال لك الكلام ده بره؟ لا احنا والله اتكلمنا عليك. انا تشرب حاجه على حسابي؟ انا طول عمري والله العظيم اقول لك انا احسن لعيب شفته في حياتي ولعبت معاه وعاصرته، واذكى لعيب شفته دي في تاريخ كره في مش مصر. انت لا 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 دي حقيقه. لا 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 وكان دي حقيقة. اي حد يسالني يقول لي مثلا لو هتحط تشكيل اقول لهم دايما ربنا اول خليك واحد كابتن محمد بركات، ربنا والله خليك مش عشان حضرتك. ربنا ومن خليك. الحاجات اللي انا برضو بعتز بيها ان انت تصدق اديتني وتامن التيشيرت بالله، بتاعك والله قسما بالله بعد اللي انت قلته ده والله لا اطلع فاصل، انا مش قادر، انا هطلع فاصل وبعد كده ارجع.